يمكن البعض بيعتقد انه البرمجه تقتصر على الكبار طلاب الجامعات، بس البرمجه ابدا مش هيك. صف اول بيقدر يتعلم برمجه بكل بساطه، برمجه سكراتش شيء بسيط جدا، بحيث انه يتعلم من 8 الى 16 سنه. الطلاب عندنا بحبوا هاي الحصه بشكل كبير، بحيث انه تفاعلهم بيكون كبير، بيكونوا متشوقين للحصه. بلاحظ في طلاب كثير بيكونوا محضرين قبل تحضير القبلي للحصه، وبتمنى انه كل حصصنا تكون بهذا الشكل. المشروع المخيمات الشتويه لطلبه المدارس والمخيمات الفلسطينيه أهميته بالنسبة للوزارة عالية جداً، حيث أن هذا الجزء هو من ضمن المهام التي تقوم بها الوزارة في فلسطين، وهو يأتي من ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية لخلق جيل قادر على القيام بالواجبات المناطة به في المستقبل من نواحي الترميز والبرمجة ومواكبة العصر في المهن المستقبلية. هذا المخيم حاليا يتم تنظيمه بالتعاون مع وكالة الغوث وبتمويل من بنك فلسطين، وكذلك مع مؤسسة شيل كود، ونحن نفتخر بهذا التعاون. استهدفنا 400 طالب من المخيمات الفلسطينية على أساس أنه إحنا كمان نشرك كل فئات المجتمع، والأطفال الأقل حظاً يجب أن يكون لهم جانب ونصيب من هذا السبق التكنولوجي أو من هذا التدريب اللي أوريدي بجهزهم للمستقبل. بنفس الوقت في عنا كمان برامج تدريبية إنه ندخل إنه الذكاء الاصطناعي، يفهموا إيش يعني أساسيات الذكاء الاصطناعي وكيف يعني البرمجي إحنا بتأثر على حياتنا اليومية. حقيقة نحن في بنك فلسطين مؤمنين إيمان عميق بالاستثمار بتكنولوجيا المعلومات، واعتمدناها كقاعدة في استراتيجية بنك فلسطين. إيمانا من هذا المنطلق ارتئينا المشاركة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في برنامج جيل كود. هذا البرنامج اللي يستثمر في الجيل الصاعد من طلاب المدارس، بحيث انه نثري معلوماتهم في البرمجة، بحيث انه نكون فيهم اساس سليم يساعدهم في بناء مستقبلهم والنهوض بهذه البلد الى الامام ان شاء الله. Global Shapers القدس هي مبادرة منبثقة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، موجودين في 156 دولة حول العالم. عدد الشيبرز اللي اعمارهم تتراوح بين 20 ل 30، ما يقارب 10,000 شيبر في 428 هب حول العالم. دور الجلوبال شيبرز خلق مبادرات تأثير مجتمعي وخلق شراكات ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وبمساعدة الشيبرز. أنا اسمي منى إيهاب خلاف، بمدرسة بنات الأمعد الأساسية الصف الخامس. حابب أطلع مهندسي طرق الذكاء. أنا حابب أطلع بالمستقبل مهندس معماري البيوت الرقمية. بحب أبقى عالم بيانات، عمري 12 سنة. فنانون المعززون بقدرات ذكاء اصطناعي. حابب أطلع جراح روبوتات. بدي أطلع إدارة إطلاق المركبات الفضائية. حابب أطلع محاسبون معززون بقدرات الذكاء الاصطناعي. حابب أكون في المستقبل إن شاء الله مصمم وفنان للذكاء الاصطناعي، لأنه هذا الإشي بعزز من تقدم فلسطين في المستقبل إن شاء الله.